وشوشة. فكرة الأغنية هي كانت فكرة جديدة جدا عليا، فكرة الستايل ده نفسه فكرة جديدة، لأني أنا دايما بحب الأغاني القديمة، دايما بحب بميل أكتر لأغاني أم كلثوم، أغاني يعني الطرب. ففكرة إن أنا أغني أغنية تبقى شعبي فدي كانت شوية يعني غريبة عليا، خدنا فيها وقت كبير جدا عبال ما اقتنعت. بس طبعا يعني أنا لما أشوف قدامي حد أكبر مني خبرة وأكبر مني في إن هو يكون عارف إن الأغنية دي ممكن توصل لإيه أو هتوصل هتبقى مع الناس عاملة إزاي، فطبعا لازم أسمع. فطبعا لما اتكلمت يعني تناقشت أنا وسامو في الموضوع إنه الموضوع يعني شعبي فأقنعني بصراحة في إن هي يعني أغنية بتتكلم عن حال الدنيا، يعني بتتكلم عن الدنيا وهتوصل للناس بسهولة، ان مفيش حد يعني دلوقتي ما غناش للدنيا عموما. ففكرة ان انا اوصل رسالة للناس وان الدنيا فعلا شوية حلوة وشوية وحشة ففكرة كويسة. تاري الدنيا لعبة اللي بيخسر يقوم من يومها وهي صعبة وتضيع وقت اللزوم اللي بيديها وشه دايما على طول تغشه واللي يأمنها يغرق في بحر من الهموم. الأغنية نزلت من يمكن من كام ساعة، يعني أنا كنت نايمة وصحيت على تليفون الأغنية نزلت. في ناس كتيرة جدا 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 مبسوطة، مش هقولك طبعا إن في ناس مش مبسوطة، بس دايما البني آدم الناجح دايما لازم يكون ليه أعداء ولازم يكون ليه ناس بتحبه. في ناس كتيرة جدا شايفين إن الكليب حاجة مش حلوة، شايفين إن ده مش لوني، شايفين إن ده مش ستايلي، ولكن ده المطلوب. هي فكرة بتناقش جميع الأعمار، مش عمر معين، ولكن احنا بنطلع بالطبقة اللي هي كل الناس تشوفها، صغير كبير عجوز، لان خدي بالك هتلاقي برضو من الافراد اللي بتمثل في الكلاب هتلاقي رجل عجوز بيعزف ناي وبيعزف عود، هتلاقي بنوته صغيره لابسه عروسه، هتلاقي حد شعبي ماسك سيف وبيرقص. فهتلاقي ان الكلاب نفسه متنوع من كل حاجه، ان ده حال الدنيا، يعني حال الدنيا مش واقف على حد واحد. هتلاقي في بنت لابسه شنب وان هي بتمثل دور ان هي بقى راجل، لانه فاهمة قصدي؟ فالفكرة نفسها جديدة، فكرة ان تكون في رقاصة مثلا ماسكة سيجار فدي فكرة برضو جديدة ومجنونة، يعني عمرنا ما شفنا حد بيرقص مثلا وماسك سيجارة. صاحب فكرة الليدي شيرين هو كان سامو، يعني هو شاف ان كلمة الليدي دي كلمة كبيرة في حد ذاتها. ليه؟ لان هو ربط سني بصوتي، يعني هو شايف ان انا بنت، يعني انا سني مش كبير بس صوتي كبير. ففكرة انه انا بنت لسه صغيرة على صوت قوي زي ده او كبير ده فوق نظرة الناس، يعني انا ماليش دخل في الموضوع. فدي فكرة من عنده انه ليدي يعني انتي مرأة. يعني وشوشة الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الادارة محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org